فقرة الأبراج مع السجينان. يسعد صباح السجينان. صباح الخير سجينان. صباح الورد. أهلا وسهلا. صباح الخير والإشراق والسعادة الجميع. شلون الأمور من ناحية الأبراج؟ زينة؟ لا ما أدري، راح أسألكم وش تتوقعون. أكو فت كوكب متحرك، منو تتوقعوا؟ عطارد؟ مشتري؟ مريخ؟ شمس؟ حركتهم كلهم شمس. الشمس كلها. شمس دخل للقوس مو؟ صح بالقوس. كان يمنا وراح للقوس. ها كان يمكم؟ اي حلو. واستضافة يعني ناخش الصباح. بالعقرب تقصد؟ بالعقرب. اي يمنا بالعقرب. أي. برج العقرب. أي. يعني اليوم الشمس برج القوس؟ نعم. الله يعينك يا هاله. بالعكس زين صح؟ كل الزين. كل الزين. اه حلو. اي اي. جيد لعد. نشوف الشمس شو وقت توصل للجوزاء. خلصت يعني هاي راحت حسيت ماكو ماكو اي تطور. ها من شهر السادس دخلت البرج الجوزاء مصطفى فيها الخير صح انه. اذا مشاهدينا الكرام، لكل محبي السجنان فيكتور والابراج والفلك بعد هذا الفاصل. يسعد صباحكم أحبتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. إن شاء الله نتمنى لكم نهار مبارك مليء بالبركات الإلهية التي لا نستغني عنها أبدا، هي اللي فوق كل شيء أكيد. ويسعد صباح كل زملائي في كادر قناة الرشيد. نتمنى للجميع الخير والموفقية والصحة والسلامة إن شاء الله يا ربي، ولكل مرضانا الشفاء. أهلا وسهلا بكم. أكيد بدء لقائي وياكم يكون الحديث عن الخارطة الفلكية والأخبار الفلكية. ترى ماذا حدث في الخارطة الفلكية في هذه الفترة؟ هناك مثل ما ذكرت بلقائي الأخير، لما كانت الدنيا تمطر والدنيا ليل، فقبل يوم ذكرنا أنه أحبتي كان عندنا انتقالين لكوكبين. فأحياناً تصدف بالخارطة الفلكية تتغير بكوكبين ينتقلون في آن واحد وفي يوم واحد. فكان يوم 22 يوم حافل بانتقالة كوكبين اللي هم أولهم أم الكواكب اللي هي الشمس، وانتقلت الزهرة إلى برج العقرب. كانت موجودة بالميزان وانتقلت إلى برج العقرب، وهذه انتقالها رفع كثير من الضغوط عن بعض الأبراج، لأنه موقعها شوية مشكل فد زاوية يمكن تكون شوية ضاغطة على هالأبراج، فمن تجي تنتقل فهي راح تخفف الضغط كثيرا عن هذا الموضوع. يعني بدل ما يكونون أربع كواكب يكونون ثلاثة، أو هل على هالمستوى أو على هالمجال. أنا أقصد يعني أنه تخف الضغوط، خصوصا إذا كانت الزهرة تقابل المريخ، لأنه كل واحد من عندهم يشكل العاطفة بشكل من الناحية النفسية يشكلها بشكل معين. فمن يكونون متقابلين يصير فد نوع من التضارب بالعاطفة. الإنسان العاطفة عنده تغلب بطريقة مضاربة أو بطريقة غير متزنة، فيمكن يتخذ فد قرارات على عجل، يمكن يتخذ فد قرارات ما تكون مبنية على منطق بحيث يثير استغراب الآخرين. فمن نجي يعني تنتقل الزهرة من هالموقع إلى هذا الموقع، فهذا موقع آخر يعتبر هذا الموضوع فد نوع من الإيجابية بالنسبة للأبراج اللي يمكن انرفعت عنها بعض الضغوط. من هي هذه الأبراج؟ عندنا برج الحمل الناري، برج الميزان، برج الجدي والسرطان، وكذلك برج العقرب. هالأبراج كان شوية مشكل عليها ضغط، فانتقالت الزهرة إلى برج العقرب خففت كثيرا من الضغوط بنسبة 30% من الضغط اللي دا يشعر به هذا المولود. يمكن تخف الإشكالات، تخف الأمور، الفتور العاطفي أو المواجهة أو قرارات الفصل ونهاية علاقة عاطفية وبداية أخرى،
أو فتور معين تجاه الشريك أو شريك العمل أو شريك العاطفة، هذه كلها راح تلعب في الدور كبير في تغيير نفسية الإنسان واتضاح الرؤى بالنسبة إلى خصوصاً لهذه الأبراج اللي ذكرتها. تجي الزهرة تدخل إلى العقرب. طيب، هذا أول نقطة بالأخبار الفلكية. نأتي إلى أم الكواكب التي دخلت يوم 22 إلى برج القوس الناري. أكيد أحبتي يعتبر برج القوس من الأبراج اللي هي شبه نهائية بالنسبة إلى السنة، ثم يليها دخول الشمس إلى برج الجدي، فيبدأ فصل الشتاء حينما تدخل برج الجدي الحقيقي يعني فلكيا، وهذا يعتبر الانتقال الشبه نهائي حتى نودع هذه السنة بسلام ونستقبل سنة إن شاء الله يمكن تكون أفضل بكثير من هذه السنة. نقول يا الله. فنحب نبارك لكل مواليد برج القوس الناري لدخول أو بدء سنة فلكية، وحتى اللي طالعهم أيضا قوس رح يشملهم كذلك تأثيرات إيجابية من بقية الأبراج. يعني على سبيل المثال اللي برج الحمل لكن طالع قوس أيضا رح ياخذ 50% من التأثيرات، برج الحوت طالع قوس رح ياخذ 50% من التأثيرات. هذه الأمور تأثر كثيرا في نفسية الإنسان من ناحية تأثير الشمس على النفسية والأمور النفسية وكذلك الأمور الصحية. فنتمنى لمواليد برج القوس بدءا بسنة فلكية مباركة تبدأ من 22/11 إلى غاية سنة كاملة إن شاء الله بإرادة الله، يدخلون سنة فيها الكثير من التوفيق، فيها الكثير من الحصاد، فيها الكثير من الحكمة والأشياء اللي ممكن نتعلمها في هذه الفترة في حياتنا، المعطيات اللي ممكن انه كانت صالحة والمعطيات اللي غير صالحة. فنبدأ سنة جديدة إن شاء الله مليئة بالتفاؤل، وهم مواليد برج القوس يعني أكيد من الأبراج التي يكون التفاؤل شلون نقول وحدة من صفاتهم. إن شاء الله نحن نتحدث عن مواليد برج القوس بطريقة أكثر تفصيلية، ننطي بعض يعني المعلومات البسيطة قدر المستطاع لحضراتكم عن طباع مواليد برج القوس والعشريات اللي يحكمها، إضافة إلى التأثيرات اللي ممكن تتأثر من وفق الخارطة الفلكية. طيب، هسه الخارطة الفلكية اختلفت من خلال هذه التأثيرات أو الحركة الكوكبية في الأبراج. إذن خلنا نجي نستعرض الخارطة الفلكية. الشمس في برج القوس الناري، كوكب عطارد في برج العقرب، الزهرة في برج العقرب، كوكب المريخ في برج الحمل الناري، كوكب زحل والمشتري وبلوتو في برج الجدي. في درجاتهم طبعا زحل والمشتري بدرجات الأخيرة، ده يبدي يريد شوية شوية لأنه من الكواكب الثقيلة، فواصل إلى آخر درجة في برج الجدي لأنه في شهر 12 اثنيناتهم راح يغادرون برج الجدي، يعني ما بقى لهم شيء. كوكب أورانوس في برج التور، كوكب نبتون في حال التراجع في برج الحوت، وإن شاء الله يوم 28 راح يرجع إلى حركته التقدمية في برج الحوت. إذن على هالأساس هذه هي الخارطة الفلكية. طيب، هاليوم 23 بالشهر القمر وين؟ القمر متواجد أحبتي في برج الحوت المائي، موجود في برج الحوت المائي وهو منسجم مع الكواكب، غالبية الكواكب منسجم مع أورانوس، منسجم مع الزهرة وعطارد، منسجم مع الكواكب الثلاثة الموجودة في برج الجدي، فينطي فد نوع من الإيجابية لهذه الأبراج. يعني برج الحوت
وكذلك برج الثور وبرج العقرب. ينطي هالأمور هذه يمكن من ناحية أنه على تطور أو على المدى ما رح يلمسوها اليومين نتيجة لوجود القمر، لكن أكو فالتطورات في حياتهم رح تكون ماشية إلى صالحهم، أو قد يجوز ممكن الشخص يأخذ فكرة معينة نتيجة لموقف معين ما يقدر يفسره بطريقة دون أن يسمع الجانب الآخر، فممكن أن يكون فد وضوح للرؤية بالنسبة للجوانب ناس يمكن نعتز بهم، أو يعني مثل ما يقول نغير فكرتنا اللي ممكن نكون ماخذيها عنهم. هذه هي خلاصة الخارطة الفلكية، ونتحدث عن ما هي دخول الشمس إلى برج القوس. لكن أحب أنوه في لقائي وياكم اللي يسعدني، وهذه أحلى فقرة هي لما حضراتكم تشاركون وتسألون، فكيف يتم التواصل إلا عن طريق الهواتف، فالهواتف موجودة في أسفل الشاشة للاستفسار عن أي شيء. وكل الهلا بيكم وباتصالاتكم، أهلا وسهلا بيكم. عندي أول اتصال من بتنا زمن، أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا زمن، صباح الخير، عليك السلام. أهلا نور حبيبتي، شلونك؟ الله يسلمك، يوم أنت شلونك؟ برج السرطان 16/7/84، وبرج الأسد 30/7/1930. أكو رجوع بيناتهم ولا لا؟ هم منفصلين. 16/7 اي 84 اي و 30/7/1930 اكو رجوع بيناتهم ولا لا؟ هم منفصلين. 1930 30/7 30/7/1930 اكو رجوع بيناتهم ولا لا؟ رجوع يعني كلش تعبت بحياتي، يعني حتى كل ساعه افكر بالانتحار. يا ستار يا بنتي، والله يا يعني ستار يا بنتي، يعني كل السرطان يعني 16/7 يعني على الارقام الحار طالعي، يعني ابد ما عندي حظ والله. بنتي العزيزه، بنتي العزيزه، اريدك تكونين اقوى، وان شاء الله يا ربي الحياه تحمل في طياتها اكثر ايجابيه. قولي يا الله، قولي يا الله، زمن بنتي الله يعينك ويفتحها بوجهك ان شاء الله. ما اريد بنتي، انت انسانه لطيفه ومواليدك ايضا لطيفه وارقامك مباركه. قولي يا الله، قولي يا الله. نعم تفضلي نور، صباح الخير. صباح النور حبيبتي في الجنان. اهلا، صباح الورد يوم. الله يخليك يا هلا، مية هلا حبيبتي، شرفتيني وشرفتي الفقره حبيبتي، تفضلي. حبيبتي اريد اسال على مواليد 2021/20. شوفي تقدم هذه يعني السنه امتحانات خارجيه. ماكو شيء يمنعها من التقديم بنتي حبيبتي، هذه المواليد هسه هالفترة بالإمكان تقديم. ليش؟ لأنه راح تساعدهم كثيرا هذه الفترة، فخلي تشد حيلها وتقدم إن شاء الله. حبيبتي أريد أسأل عن أرقام الحائط، على برجها، يعني القشمة مالتها كلها حبيبتي. حاضر، الله يعافيك. شكرا شكرا نور، تدللين. بعدك اتصال، اوكي. على بال ما يتهيأ الاتصال نود انه نتحدث عن ما هي دخول الشمس الى برج القوس وفق هذه الخارطة الفلكية اللي احنا استعرضناها، يعني الزهرة بالعقرب وعطارد بالعقرب وهالدول الجماعة هنا. زين، هذا الوضع الفلكي يعني شنو؟ أو ماهية الدخول، أو يمكن تكون هذه الإنسان كيف يوجه تحركاته في هذه الفترة وفق هذا التأثير. أستقبل أم طيبة. ألو. أهلا أم طيبة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تسلمي. حبيت أعرف مواليد أبنائي. الله يحفظهم، تفضلي. الله يخليك.
الكبير 13/10 اي 2004 نعم. والثاني العفو 27/10/2007 نعم. والثالث 2010 18/11 الله يخليهم 2010 اي نعم نعم اي واني 23/10 كلكم بالعاشر كلنا بالعاشر كلنا عقارب اي 23/10 اني 1972 يا الله تدللين ام طيبه حبيبتي تدللين يوم حاضر اوكي اذا لنقل انه ايش قد بقالي وقت سيدي المخرج اي اوكي يعني احاول قدر المستطاع ننطفد لمحه للوضع والماهيه لدخول الشمس مثل ما ذكرنا الى برج القوس وما هي المحاور الإيجابية التي ممكن أنه نستفيد منها، وكذلك نحاول أن نجاوب على الأخوة والأخوات اللي يعني متصلين بينا. بس عندي شوية أحتاج الوقت حتى أتحدث ويا زمن بنتي العزيزة زمن، مواليد 16/7 الأخيرة من مجموعة السرطان النجمية، و30/7 الأسد. شوفوا حبايب أني دائما يعني ما يعني بالنصيحة الإنسان لازم يكون صادق بالنصيحة. الأبراج المتجاورة هاي نتيجتها، قلت لهم أكو واحد يصير بيها كبش فداء، هو دائما ينطي، هو دائما يتعب، هو دائما يحاول قدر المستطاع أن يعني يغلب الحكمة ويغلب المحبة على كل شيء ويحمل هو على كتفة تبعات الأمور. يعني الأبراج المتجاورة دائما الارتباط بيناتهم يصير التجاذب كلش قوي. يعني البرج أخذوها قاعدة، البرج المتجاور هذا برج وهذا برج، أنتوا يعني أسد وسرطان يعني أبراج متجاورة، البرج المتجاور أحبائي يصير اختلاف بالطباع. بالبداية يبدو هذا الشخص كأنما هو وماكو غيره، الحب والجذب ماكو هالشكل، لكن بعد ما يتم الارتباط راح يلاحظ الشخص المرتبط أن هناك تنافر في كل الأشياء. يعني حتى الأكلة على سبيل المثال، حتى الأكلة أنت تحبين هالشكل هو يحب غير شكل. يعني طيب هل كيف سيدوم هذا الوضع، أو كيف ممكن أنه الإنسان يتحمل أنه يغير أو يعني يقاوم الحياة؟ إحنا اللي فهمناه من خلال دراستنا ومن خلال تجاربنا بالحياة ومن خلال الأمور، يقول لك الإنسان من يحب إنسان أو أكو فالترابط بين هذين الاثنين، يربطهم علاقة الزواج أو علاقة أساسها شنو؟ أساسها المحبة. فهل من الممكن أنه المحبة تقدر تغير؟ فإذا قدرت تغير فهذا الإنسان يعني فعل كأنما إعجوبا. إحنا ما نحتاج إلى أنه نحول مواقع الجبال مثل الأنبياء ونحول أشياء، هذا كل واحد له يعني عمله، لكن الحياة انه لما انا احاول اغير بطبع الاخرين واغير بطبع الاخرين للافضل، دا اشوف اني فرق بينك وبين فرق كبير بينك وبين الشخص اللي ارتبطتي به. كيف كانت الظروف انا لا اعرف، لكن تم الارتباط اوكي، بس لازم تخلين في بالك انه هذا فرق جيل او اجيال متعدده عنك، هذا له منطقه،
ما يختلف عن منطقتش نهائي، يختلف عن منطقتش. زين، هو مولود برج الأسد. مولود برج الأسد في الفترة الحالية بالإمكان العودة، بالإمكان العودة. يعني أنا ما أقول إنه ما ممكن العودة، بالإمكان العودة، لكن راح ترجع حليمة كما كانت دائما تفعل. يعني هذا المثل يقال. فهل إنه الدنيا أو الحياة راح تتوقف على محطة معينة؟ إذا هذه العلاقة مدى تثمر وياي، فلابد أكو فرص أخرى. أنتم مواليد برج السرطان، الفترة اللي مضت، فترات من حياتكم مضت ليست بسهولة، وأنتم أبطال حقيقة. أنتم مواليد برج الجدي، الميزان، الحمل، الأسد، الدلو. يعني أكو فترات ضيقة جدا فاتت وفق الخارطة الفلكية نتيجة لوجود كواكب في بيت الشراكة. فأنا إيش أقول لك؟ هناك حلين زمن، حلين، أكو عودة وأكو ارتباط ثاني. بس لو تصبرين شوية، لأنه كوكب زحل رح يطلع من بيت الشراكة، رح ينتقل يروح بشهر الـ 12، وإحنا هسه شهر الـ 11، 11 إش يجي وراء 12، يعني بقالة كم يوم من يغادر، كثير من أمور الشراكة رح تنحل. بإمكان العودة، بإمكان أكو فد نصيب آخر يكون أفضل إلك من هذا النصيب. يا بنتي لا تقف الدنيا على أشياء. أحياناً إبليس يحارب الإنسان في أنه يخلي الدنيا كل السودة بعينه وخلص، يعني كأنما سبحان الله مدى يباوع عبده ولا يريد يقدم له الخير ولا دي يصطبر دي، يعني شلون نقول، يعني يختبره. نفوت بأمور قوية وبوجود الله نطلع منها. أتمنى من كل قلبي يا حبيبتي، أنا أولاً أشكر صراحتك، وأنتي بنتي العزيزة، وأني أم، يمكن أعتبر نفسي أم الكل، وأقبل أسمع كل شيء من الآخرين. لكن أتمنى منك أنه هالفكرة السوداء تشيليها من راسك يوم. أنتي إنسانة مبروكة، مبروكة. أنا مدى جاملك، عندك رقم 16، يعني رقم 7، يعني رقم مبارك، مبارك. يمكن نمر بفترات صعبة، يمكن حياتنا مدى تأخذ المجال اللي إحنا نريده، كل واحد حسب ظرفه. ترى لا تشوفين واحد كلتنا قاعدين، كل واحد عنده من الهم ما يكفي. بس اللي أريده منك، ما تسلطين إبليس وأفكار إبليس عليك في أنه أنهي حياتي. أنا أشكر صراحتك، أتمنى لك قوة وعزيمة من الله، وانفراج، انفراج. صدقيني الانفراج جاي، رح يتحرك المشتري ورح يتحرك زحل من برج الجدي، فبيت الشراكة رح يكون مفتوح، فرح تجيك يا إما عودة يا إما طريق ثاني أو فرصة ثانية. هذه الفرصة يا بنتي، يا بنتي العزيزة، ما زال أبراج متجاورة بصراحة وبلا مجاملة. ما أنصح بيها، ما أنصح بيها، لأنه نتيجتها تعب، تعب. الإنسان دائما أني أنطي 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 والمقابيلي ما يشعر بي. شنو دا أتعامل مع حجر، دا أتعامل ويا حائط. فالحياة أخذ وعطاء، خصوصا بأمور العاطفة، أيما تغلب تغلب العاطفة. فرح تجيك فرصة ثانية، الفرصة الثانية رح تكون مفتوحة. إيش وقت؟ شهر الواحد، شهر الثاني، شهر الرابع، شهر الخامس. يعني راح تكون السنة المقبلة مليئة، وراح تجيك فرصة أخرى، راح تجيك فرصة أخرى للارتباط. فلا تستعجلين، أنت إنسانة مبروكة، واللي الله وياه لا يقول أني ما محظوظ، لأنه هو يعني كل شيء. بعد غير الله شو نريد؟ إذا الله ويانا الحمد لله والشكر، وإن صادفتنا ظروف سودة، إن صادفتنا أمور صعبة، تشددي وكوني أقوى وقوي إيمانك بالله،
وانتظري وراح يكون هناك نتيجة إيجابية. يعني أترك التوقعات لأجل أنه نقدم النصيحة، لأن من باب اختصاصي، يعني اختصاصي علمي نفسي وطبي من خلال الأبراج. فشوية شدي حيلك، يعني أريدك تكونين أقوى، وأريد أشوف التفاؤل يصعد إلى محياك. ربنا يباركك ويبارك حياتك، وأريد أشوفك بأحسن وضع، ومتأكدة كل التأكد في أنه راح تتخابريني وتقولي لي الشيء اللي قلتي إن شاء الله بقوة الله صار، في أنه راح تجيك فرصة ثانية وراح تكون مكللة بالنجاح، وأصور في شهر الواحد وكذلك الثاني، عندك الرابع، عندك الخامس من السنة المقبلة. هسه هو شبقة كم يوم، هل فات من الأيام ونقول يا الله يا بنتي العزيزة حبيبتي؟ ماكو إنسان، كل واحد إنسان يمكن يجي الفرصة في الحظ، وأنا أرى من الناحية الفلكية وحديثنا من الناحية الفلكية إنه ضغوط مواليد برج السرطان، ما أني غادر زحل من هالمكان من بيت الجدي لأنه بيت شراكة العمل والعاطفة. فيا إما عندك ارتباط جديد يا إما عندك عودة، وهذه راح تكونين أنت اللي تقررين. أوكي، أما بالنسبة إلى أرقام حظك، فأرقام حظك حلوة، رقم الأول 7 والرقم الثاني 5، واثنيناتهم مرتبين من أحلى الأرقام. 7 مباركة، يعني رقم مبارك من الله، هذا الرقم مبارك. يعني إضافة إلى هذا، رقم 5 معناه أنه أنت إنسانة مفكرة، إنسانة شاطرة ذكية، لا تخلين هالذكاء هذا أو هالهم يسود على ذكائك وقدرتك على فهم الإدراك الأمور وإدراكها، ومن ثم ينقتل عندك هالقدرة على التفكير. انظري إلى الحياة يومية، يصبح يوم جديد ونقول يا الله هالفكرة أتمنى من كل قلبي ما تفكريها، وما تقولين أنا مو محظوظة، بالعكس راح تجيك فترة حظوظ وتتذكريني، وإذا عايشين تتذكريني، وإذا من تقلفة تقولين الله يرحمها قلت لي هالكلام. أريدك تكونين أكثر قوة. أوكي، اتفقنا؟ يتشجع ويتقوى قلبكم جميعا، كلتنا نمر الظروف صعبة ونقول يا الله، نقول يا الله. عندي نور 20/10، تريد أرقام الحظ والبرج، وإذا كان بالإمكان الدراسة. أحبتي مواليد 20/10 هي داخلة ضمن مجموعة الأخيرة من الميزان. الميزان يعني ينتهي يوم 23، تدخل الشمس بعدها إلى برج العقرب. فآخر الميزان هو البرج الصاعد، هو إذا كان في الصباح جاية في الصباح يكون الحوت، وإذا كان في المساء يكون القوس. فهذا ايش راح ينطي؟ راح ينطي شخصية متزنة جدا، لكن وقت الولادة هذا راح ينطيني يا إما هي تكون شخصية ميزان على قوس، وهذه كلش شخصية حلوة ومحبوبة. وعدنا كذلك الشخصية الثانية ميزان على حوت، ولا بأس في ذلك. عندنا المسألة إنه هي بس شوية تنتبه إلى يعني صحتها دائما، لأنه يحتاج لها تقوية الطاقة دائما، طاقة جسمها، والمغناطيسية بين فترة وفترة تنخفض عندها، فيحتاج إلى أنه يعني تأخذ قسط من النوم. أرقام حظها هي 3 و2 و1، وأرقامها جميلة جدا، 3 و2 و1، لا ضير في الفترة الحالية إذا قدمت على دراسة. أما بالنسبة لبيت الارتباط فراح يكون هذه الفترة مناسبة، والشهر الثاني من السنة المقبلة. هذا بالنسبة للربع الأول من سنة 2021.
الى هنا يعني بقت عندي ام طيبه، بس ان شاء الله بكره ارد عليك يا حبيبتي لانه وقت فقرتي ازف. شاكره لكم ولمتابعتكم، واتمنى لكم الخير والبركات والانفراج في حياتكم والرضا والتوفيق للجميع. انقل الاجواء الى زملائي حسناء ومصطفى. شكرا سجنان. شفتيها باليوم الابراج والوضعيه؟ لا كلش تمام، واحلى شيء كلام اثر بي الوحده من المتصلات يمكن برج السرطان، فاني قد اليوم نسيت يعني هو الحمد لله على كل حال، بس الكلام حد ذاته فعلا رفع معنوياتي. ربي يعطيك الصحه والعافيه سجنان. بيه نسيتش الصبح هو... عاد اقول له الصبح اقول له اليوم كلش تمام. ما انتبه. لا هسه بعد انت هسه مو هسه تشعرين مو كلش تمام. أي. على يعني انتصاف النهار زين تبدي وضعيتك احسن. هاي تحسن وضعها. ها يعني هاي بالبدايه لا، وهاي الايام اي بعد انتصاف النهار. قولي يا رب، قولي يا رب ان شاء الله اكيد. يا رب يا رب يلا تشددوا. مو ما اريد واحد يكون هيك معنوياته. انتوا حلوين واحنا يعني من نشوفكم نشوف المستقبل والدنيا. واكيد احنا نحن بوجودك ويانا دائما. اشكركم. يطول عمرك سجنان وشكرا لك. إذن مشاهدين الكرام وصلنا وياكم لختام الساعتين من الوقت اللي قضيناها وياكم بكل تفاصيلها تقاريرها ومحورها، وختامها كان مسك مع الست جنان فيكتور. وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة، وكيد راح أترك الختام ويا حسناء. فدوة قلبك صوفة، أكيد انتظرونا يوم غد إن شاء الله بنفس الزمان والمكان. كنت أنا وياكم بالتقديم حسناء الشجيري وزميلي مصطفى القيسي، إلى اللقاء.